المناجم، لأنه غالبا ما هو معروف على شبابنا أنه دائما يتقربوا من الوكالات هذه لخلق مؤسسات بالدرجة الأولى من أجل أنه يستفاد من هذه الأموال، من أجل أن يستفاد من عتاد. اليوم لا، اليوم لازم احنا سهلنا الأمر إلى درجة كبيرة، فيه التمويل التقليدي، فيه التمويل الإسلامي، لأنه كان طلب ألح عليه العديد من سكان الجنوب، قال لك احنا نتمنى أنه يكون فيه التمويل الإسلامي. اليوم فيه حتى التمويل الذاتي، يعني ممكن أنه الشاب يدخل بأمواله الخاصة ويستفاد من كل الامتيازات الجبائية والشبه جبائية من الوكالة، وتكون فيه حتى يستفاد من المرافقة. لكن الدرجة الأولى الرسالة نوجهها لشبابنا ونوجهها لكل إطاراتنا على المستوى المحلي، لازم نسهروا على تكوين هذه المؤسسات، لازم نسهروا على أنه يكون عندنا في المستقبل إن شاء الله دي مناجر مسيرين لهذه المؤسسات، لأنه هذا هو الشيء اللي راح نبني به الاقتصاد تاعنا.